إنا لله وإنا إليه راجعون. خويا عبد الجليل عطى لهاد البلاد مجال الصورة، شرف البلاد ديالو، شرف البلاد ديالو مجال الصورة، ودار كتاب عن الدار البيضاء، واللي كنتأسف ليه أنا، اللي كنتأسف ليه، جاو الأصدقاء ديالو ولكن ما جاوش الناس اللي مسؤولين في الدومين هذا، ما بان ليا حتى واحد، هذا هو اللي كنتأسف ليه، فهمتي؟ ومن العار باش ما يجيش يحضر لهاد الإنسان راه عطى، ماشي عطاه وشرف الصورة بمعنى الكلمة، مصور صحفي دولي. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، حيت هما ديما من مورا الآلة، ما كيكونوش قدام الآلة، هذا هو علاش باش مهمولين مصور صحفي ليه الله، خصكم ديروا التفاتة للشباب ولا للناس اللي عطاو، خصكم ديروا واحد التفاتة وتوقفوا معاهم، راه ماشي تا كي مرض بنادم ويموت عاد باش نجيو نوقفوا نقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، خصنا نعتنيو بالناس ما حدهم باقين في الحياة. من هذا المنبر كنشكر سيدنا الله ينصرو هو اللي اعتنى بهاد السيدات. لكن يصبحون وآية لهم أنا حملنا ذريات بالملك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يشاءون. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. 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 آمين.